معكم كواحد الهيئة اللي كتدافع على الشرير والدور ديالها هو الدفاع على المشاكل اللي كتعاني منها، الحفاظ على المكتسبات ديالكم، الدفاع على المطالب ديالكم سواء إقليميا أو وطنيا. وبالتالي احنا اليوم نفتخر بأننا لأول مرة نحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني في القطاع العام، نحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في القطاع الخاص، وأول مرة في تاريخ الاتحاد العام. ونفتخر ونعتز بهاد الإنجازات ديالنا، لأنه ما كانش غير كلام وما كانش غير خطابات أو لغة الخشب، وبالتالي كان خطاب وكان تغيير، وكان تغيير ديال واحد المسار، وكان تغيير ديال واحد المنهج، وعطى نتائج تسجل علينا الحمد لله. جابي مصطفى، موظف جماعي، كاتب إقليمي منتخب حاليا من طرف موظفي جامعة فاس المقاطعة التابعة لها جامعة المشهور فاس جديد. أولا تشكر أخ الكاتب العام سي إدريس أبو الهاد اللي كانت عنده يد باش تقديم الترشيح ديالي، كذلك جميع الموظفين والموظفات اللي داروا فيا الثقة، وإن شاء الله بإذن الله غنكون في حسن الظن لجميع الإخوان في جميع المشاكل ديالهم إدارية حتى الاجتماعية. عبد الرحيم الحياني، النائب الأول للكاتب الإقليمي لقطاع الجامعات المحلية بجامعة فاس ومشهور فاس جديد. يأتي هذا المؤتمر الإقليمي تكميلا للأدوار التاريخية اللي كتلعبها نقابة الاتحاد العام للشغالين داخل جامعة فاس. هذا المؤتمر اللي عرف انتخاب الأخ مصطفى الذهبي كاتبا إقليميا للقطاع من تحت إشراف الأخوين مولاي عبد الواحد العلاوي اللي هو المنسق الوطني لقطاع الجامعات المحلية، والأخ إدريس أبو الهاد الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس. كما كتعرفوا الإخوان على أن الموظف الجماعي ملي كيتولد المواطن كيتواصل مع الموظف الجماعي كيعطي حق الزيادة، وملي كيموت المواطن كيتواصل مع الموظف الجماعي كيعطي شهادة الوفاة. يعني الموظف الجماعي مع المواطن من المهدي الى اللحد. خطير في الامر على ان هذا القطاع هذا كيعرف مجموعه ديال التراجعات، على غير القطاعات الاخرى اللي عرفت انظمه اساسيه خاصه بها، لا زال قطاع الجامعات المحليه يراوح مكانه مقارنه مع الادوار المهمه اللي كيلعبها. وهذا مثال بسيط عطيته ملي كنقولوا ملي كنكون ماشي على الطريق، داك الطريق اللي كيمشيو لها وليداتك للمدرسه، راه الموظف الجماعي كيساهم في الانشاء ديالها. الجريده اللي كيلعبوا فيها الوليدات، راه الموظف الجماعي كيساهم في الانشاء ديالها. النظافه اللي ما كتكونش حدا دارك، الموظف الجماعي كيساهم في في في, في, في النظافه ديالها، وهكذا ذلك الاناره والى اخره. اذا مقارنه مع هذه الادوار المهمه الوضعيه الاداريه والوضعيه الماليه ديال الموظف الجماعي في الحضيض، ولهذا جاء هذا المؤتمر ليدق ناقوس الخطر وليكون انطلاقة نضالية من أجل المنادات يوم 28 في هذا الشهر هذا، اللي غيكون واحد الحوار يعني فاصل في وزارة الداخلية من أجل الفصل في الوضع ديال مجموعة ديال الملفات اللي كتهم الموظفين الجماعيين، من المتصرفين، من المهندسين، من المحررين، من المساعدين الإداريين إلى آخره. كذلك الإخوان الموظف الجماعي كيعاني كذلك من الناحية الاجتماعية، يعني نطالب كذلك بتفعيل جمعية الأعمال الاجتماعية الوطنية على غرار كذلك القطاعات الحكومية والوزارية والإدارية الأخرى. وشكرا.